الله بكل الخير أوقاتكم مشاهدي الأعزاء، وأهلا بكم إلى مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الطبي طبيبك بين يديك. يعاني كثير من الناس من مشاكل متعددة في الأسنان مثل التسوس والتهاب اللثة وغيرها. كيف نهتم بصحة أسناننا وما هي أبرز المشاكل التي تصيب الفم والأسنان؟ هذه المواضيع أناقشها مع ضيفتي في الاستديو الدكتورة سبا البعداني، أخصائية أمراض وجراحة الفم والأسنان. أهلا ومرحبا بك دكتورة. أهلا وسهلا بك. بالبداية أقدم التهنئة بمناسبة رمضان الكريم للأمة الإسلامية ولكادر لطاقم البرنامج. شكرا. ولأهلي ولإدارة المستشفى وجميع أطباء المنار وجميع العاملين في المستشفى، وكل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير دكتورة. وأنت بألف خير. طيب دكتورة، في البداية ما هي المشاكل المتعلقة بالفم والأسنان؟ المشاكل المتعلقة بالفم والأسنان هي عبارة عن مشاكل صحية، مشاكل تجميلية، مشاكل وظيفية. منها تسوس الأسنان. أولا تسوس الأسنان تسوس مشكلة خطيرة جدا، لأنه منتشر بشكل كبير جدا وشائع، فلابد من أن الناس ينتبهوا من هذه المشكلة. أسبابه عدم العناية بالأسنان، عدم تنظيف الأسنان، عدم الاكتشاف المبكر لتسوس الأسنان. صحيح. فتسوس الأسنان لو أصاب الأسنان ممكن يؤدي إلى مضاعفات كبيرة، منها تقيحات، التهاب أولا بالعصب، بعدين تقيحات بالوجه والفم. في معنا عدة حالات تجيل عندنا المستشفى، بفضل الله الحمد لله قمت بمعالجتها بالمستشفى. جميل. في حالة بتعرض الآن أمامكم بالشاشة، بنت صغيرة عمرها 13 سنة حصل فيها انتفاخ كبير جدا في منطقة الخد الأيسر. هذا الانتفاخ كان انفجر القيح، كان قيح بشكل كبير وانفجر. فجاءت لعندي واستقبلته وحاولت أعالج بمراحل علاج، وموجودة صور أمامكم. نعم، كما هي موضحة في الشاشة. موجودة أمامكم بالشاشة قبل المعالجة وأثناء المعالجة وبعد المعالجة، والحمد لله بفضل الله تعالى استطعت أنني أعالج بهذا الشكل. لكن يعني دكتورة ممكن يتصل التسوس إلى هذه المرحلة الخطيرة؟ بالضبط، إذا تم الإهمال، إذا تم إهماله من قبل الأهل، من قبل المريض نفسه، يصل إلى هذه المرحلة وممكن مراحل أكبر بكثير. يعني أنا أنصح أنه أي حد يصيب تسوس الأسنان يبدأ يلحقه من البداية. هذه المشكلة الأولى اللي تسوس الأسنان. المشكلة الثانية، المشكلة أيضا في معنا حالات على تسوس الأسنان قبل وبعد، يعني كيف أنه في أحيانا تسوس يصيب الأسنان الأمامية، وهذا شيء كبير منتشر جداً. كثير دكتورة بين الأطفال الصغار، وبين منتشر بين الأطفال الصغار وبين الكبار حتى، اللي يهمنا أكثر شيء الكبار. نعم. لأنه أسنان دائمة، فلما يكون المنظر مش تمام، لما يكون الأسنان الأمامية متسوسة، في حالات قبل وبعد الحمد لله بفضل الله قمت بهنأني بالمستشفى وعالجناهم، وموجودات عندكم أمامكم بالصور. نعم، وكانت النتائج طيبة كما يظهر بالفعل، يعني على حسب الصور فيما موجودة بعد. معروضة معكم. نعم. طيب. معنا المشكلة الثانية التهاب اللثة. نعم. التهاب اللثة والأنسجة الرابطة. شوفي، لما في معنا تسوس سن واحدة يعني ممكن يكون المشكلة أخف، لكن لما تكون التهاب لثة كاملة، اللثة تشمل عدة أسنان. صحيح. فهنا المشكلة بتكون متفاقمة أكبر. يعني نستطيع أن نقول دكتورة أنها هي الأساس الذي ستؤثر على السن. أيوة، يعني أنا أقصد أنه التهاب اللثة أخطر بكثير من تسوس السن. نعم. ليش؟ لأنه التهاب اللثة يشمل عدة أسنان، يعني ممكن أن تصاب أسنان كثيرة. تصاب أسنان، إذا التهبت اللثة بيشمل لي الفك كامل، بينما إذا صحيح. أصابت السن بتصاب السن فقط. لذلك انتبهوا يا جماعة، انتبهوا من التهاب اللثة. التهاب اللثة على مراحل أساسا، أحيانا ممكن يضطر المريض أنه يخلع سنه بسبب التهاب اللثة، تنخلع تماما. طيب وهي سلام، وهي سلام، ما في بش أي شيء، لا تسوس ولا حاجة، بسبب التهاب اللثة. موضوع كبير جدا. موضوع كبير جدا ويحتاج له وقت، بس إحنا ما فيش معنا وقت. نعم. المهم إن إحنا ننوه إنه أي حد يعاني من أعراض التهاب باللثة أو نزيف أو تقرح لابد من مراجعة طبيب الأسنان. وأني أفضل أنصح نصيحة للناس كامل إنه دوريا كل 6 أشهر لابد من الفحص. أيوة، لازم فحص الأسنان واللثة. الأسنان واللثة، هو لما نعمل فحص بنعمل فحص شامل لكلاهما من أجل المشاكل هذه كامل. نعم. طيب دكتورة، لو أتينا إلى أسباب التهاب اللثة، لكن بعد هذا الفاصل دكتورة نواصل مشاهدينا الأعزاء حوارنا لهذا اليوم عن مشاكل الفم والأسنان، ولكن بعد هذا الفاصل.
كما تحدثنا في الحلقة أن هناك مشاكل متعلقة بالفم والأسنان، هذه المشاكل إما صحية أو وظيفية أو تجميلية. هذا المريض يعاني من عدة مشاكل، مشاكل صحية ومشاكل تجميلية. المشاكل الصحية تسوس الأسنان، وكما تحدثنا أنه يجب معالجة تسوس الأسنان في بدايته، لأنه كلما تطورت الحالة كلما أدى إلى مضاعفات كثيرة. وأيضا يعاني من مشاكل تجميلية، مظهر غير جمالي، ابتسامة غير سوية، انحراف بالأسنان. وهذا الانحراف يؤدي إلى مشاكل نفسية ومشاكل تجميلية كثيرة جدا. أيضا بالنسبة للمشاكل الصحية للأسنان، هناك تسوس الأسنان. تسوس الأسنان إذا لم يتم معالجته في أوقات مبكرة فسوف يتطور إلى التهابات العصب، وممكن يؤدي إلى قيح وتورمات وأشياء أخرى ومضاعفات كبيرة جدا يصعب معالجتها. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين الكرام من جديد. دكتورة، لو أتينا إلى أسباب التهاب اللثة، لماذا تلتهب اللثة وتسبب هذه المشاكل؟ في معانا أسباب عديدة، من ضمنها أنه عدم التنظيف بعد كل أكل، أو عدم التنظيف يوميا بشكل دوري، فتتراكم تكلسات حول الأسنان أو تكلسات جيرية. هذه التكلسات هي السبب الرئيسي بالتهاب اللثة، فلازم تنشال، لازم تتنظف تماما. إذا المريض أهمل وتفاقمت المشكلة ممكن يؤدي إلى أشياء كثيرة. نعم. طيب دكتورة، هل هناك مراحل؟ يعني لا تبدأ مباشرة أكيد. في المرحلة الأولى تكون مرحلة بسيطة مبدئية، المرحلة الثانية مرحلة متطورة أكثر، يكون في انحصار للثة، اللثة تبدأ تنزل من السن. بعدين ممكن السن يحصل له ارتخاء، ممكن تختلف. هذه المراحل. نعم. طيب مضاعفات أيضا تؤدي لها؟ بالضبط، المضاعفات الأكبر والأهم فقدان الأسنان، لأنه بيفقد المريض أسنانه فخلص ما بيقدرش حتى لا وظيفيا ولا تجميليا ولا حتى صحيا، يعني مش حيقدر ينبغ بأسنانه لأنه ما فيش معه أسنان أساسا. هذه هي أكبر مضاعفة التهاب اللثة. يعني دكتورة، اللثة تقوم بإسقاط الأسنان، يعني أو يسقط السن يعني بنفسه بدون تدخل؟ اللثة لما تلتهب تنحصر، تبتعد. شوفي، يعني يبقى تجويف، السن محاطة باللثة. أول ما يحصل التهاب باللثة، اللثة ترتخي وتفلت السن، السن خلاص ترخي، يعني لم يعد هناك ما يمسك بالسن حتى تظل الأنسجة، لأنه هي اللثة وأنسجة رابطة. نعم. وهذا هو. نعم. طيب دكتورة، أيضا يعني من ضمن المشاكل أيضا انحراف الأسنان، ماذا نعني بانحراف الأسنان؟ شوفي، هذه مشاكل دائما تصيب الناس من أثناء نمو الأسنان عند الأطفال. فمن وقت بزوغ الأسنان اللبنية الدائمة وتساقط الأسنان اللبنية، بهذه المرحلة ممكن نراقب انحراف الأسنان للأطفال والكبار، يعني من أجل نحميهم من أنه ينحرفن فيما بعد لما يكبروا. ففي نقطة مهمة شي نوه لها، أنه في معانا طرق ممكن نحمي انحراف الأسنان عند الناس من لما عندهم أطفال، من أول ما تبزغ، من أول ما يبزغ يعني. ممكن نرتبهن. نعم. في أشياء إحنا نعملها ممكن نرتبهن. طبعاً أنا الحمد لله بفضل الله عملت ترتيب لكثير من أسنان الأطفال، والحمد لله حميتهم من إنهم يحتاجوا تقويم فيما بعد. جميل جدا، يعني هذه نقطة مهمة جدا ربما الكل مش مدرك له. صحيح. كيف؟ في طرق معينة احنا نعملها عندنا بالعيادة، نخلع قبل الوقت، يعني من البداية. تقصد الدكتورة إذا حصل انحراف يأتي الطفل من البداية، أو تأتي الأسرة بالطفل المصاب بانحراف الأسنان؟ لازم متابعة لنمو أسنان الطفل وعنده صغير. هذا الانحراف يؤثر جماليا على أكثر حاجة، يعني جماليا لما يكون في أسنان منحرفة مش بمكان الطبيعي، مش بنفس النسق الطبيعي، فيؤثر جماليا ونفسيا حتى. صحيح. في ناس كثير يتأثروا نفسيا. هذه مشاكل كبيرة وتعالج بالتقويم، وفي معنا حالات الآن طور المعالجة يأخذ فترة طويلة، يعني بالضبط. في معنا حالات بوسط المعالجة، في معي حالة الآن أنا ماسكة لها في انحراف غير طبيعي موجودة أمامكم بالشاشة. هذه الحالة يعني غير طبيعي، انحراف غير طبيعي، السن داخل وسن خارج وسن كذا وسن. بس احنا الآن ما زلنا في متابعة هذا، يعني أتابع الحالة أنا شخصيا، وإن شاء الله بعدين تتحسن وترجع، يعني تتحسن
بس هذه الحالة عادة ما اكتملتش. نعم. إن شاء الله بمجرد ما نكملها خلاص بنعرضها مرة ثانية. طيب دكتورة، يعني لو أتينا باختصار إلى ذكر أسباب انحراف الأسنان والمضاعفة التي يمكن أن تؤدي إليها. الأسباب عدم متابعة الطفل عند بزوغ الأسنان. المضاعفات زي ما قلت لك أني ممكن يحصل مضاعفات نفسية، مضاعفات تجميلية، الطفل يتعقد، مش حتى الطفل حتى الكبير. يعني أنا يقول عندي طلاب مدارس ما تعرفش تبتسم، أو بنت ما تقدرش صحيح تبتسم، أو تخجل دائما أو يخجل دائما، خجل كبير جدا. هذه هي مضاعفة، طبعا هذه تنعكس نفسيا على الطفل. صحيح. وعلى الشخص نفسه وعلى شخصيته نفسها، نفسيا يكون غير متزن لأنه مش واثق بنفسه. نعم. صحيح. الابتسامة الجيدة تعطي الثقة الجيدة. صحيح. في الأخير دكتورة، يعني ذكرتي مشاكل كثيرة، تسوس الأسنان، التهاب اللثة، انحراف الأسنان، كيف يمكن تجنب هذه المشاكل؟ أبرز شيء يمكن تجنب هذه المشاكل هو العناية بالأسنان بشكل كامل. تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون، هذا أهم حاجة. يعني إذا كانين أسناننا يخدميننا كم؟ 24 ساعة. إحنا دائما نستخدم أسنان وعلى مدى لكل سنين. شيء وعلى مدى سنين. نعم. فما نقدرش نعمل لها 5 دقائق باليوم، هذا صراحة أعتقد هذه أهم نقطة. صح. العناية بالأسنان، تنظيف الجيد للأسنان، تنظيف ما بين الأسنان، لأنه شوفي كثير من الناس يجي ينظف بالفرشة وخلاص ويكتفي، لا، في يعني استخدام الخيط، استخدام الخيط السني لتنظيف ما بين الأسنان، لأنه أكثر الإصابات تجي ما بين إصابة التسوس تجي ما بين السن والسن، فهذه مش مدركة للكثير، لازم تنظيف وعناية جيدة بالأسنان، وأيضا الفحص المبكر والعلاج. نعم. المبكر. نعم. إذن كما ذكرت دكتورة، الاهتمام، أساس الاهتمام من البداية، التنظيف المستمر واستشارة الطبيب هو بإمكانه أن يحافظ على دوام صحة أسناننا. شكرا لك في الأخير الدكتورة سباء البعداني، أخصائية أمراض وجراحة الفم والأسنان، شكرا جزيلا. شكرا لك، أشكركم على استضافتكم. شكرا. كما أشكركم مشاهدين الأعزاء على طيب الاستماع والمتابعة، أتمنى أن تنعموا جميعا بوافر الصحة والسلامة والعافية. شكرا لراعي برنامجنا مستشفى أطباء المنار في محافظة إب. إلى اللقاء.